السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناه بشرى شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساو الاشتراك في القناه ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد، طبعا فضلا منكم وليس امرا. ما تنساونيش من اللايك والتعاليق الزوينه ديالكم. ان لله وانا اليه راجعون. الموت يفاجئ الممثله سعاد خيي، فواحد الانسان اللي كان عزيز على قلبها. فدعواتكم لي خوتي بالرحمه والمغفره، كيف ما غادي تشوفوا معايا كذلك الممثله دنيا بطرزوت والممثله نعيمه الياس اللي تلقات تعزيه من عندهم. فخليكم معايا خوتي حتى نهايه الفيديو. الممثله سعاد خيي محبوبه الجماهير اللي كيبغيها الكبير والصغير، واللي ما شاء الله عليها تألقات في مسلسل بنات العساس، لا هي للممثله منى فتو ولا الممثله دنيا بطرزوت وجميع الممثلات اللي كانوا معاها. نزلت بوست على حساب الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيه خبر الوفاة ديالو، وكتقول فيه: رحيل المباغت معلمي وصديقي الغالي، رحيل المباغت مخرجنا الكبير المبدع، رحيل المباغت الخلوق الطيب الشهم، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته. سي شكيب بن عمر، الله يصبر كل أهلك وأحبائك. ومن بعد ما نزلت الممثله سعاد خيي خبر الوفاه ديالو على الحساب ديالها، جاوها بزاف ديال التعاليق اللي كيهزيوها فيهم. وكذلك جات عند الممثله دنيا بوطازوت وخلات لها تعليق وقالت لها تعازينا حبيبي سي سعاد. وكذلك الممثله نعيمه الياس حتى هي خلات لها تعليق وقالت لها الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. فدعواتكم لي اخوتي بالرحمه والمغفره، الله يرحمه والله يثبتو عند السؤال. وتعزينا الحاره للممثله سعاد خيي والعائله ديالو. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.